في العام 1971 وبعد مسيرة من النضال، تمكن موظفو المصارف من انتزاع حقهم في الحصول على عقد عمل جماعي يوحد حال الموظفين في كل المصارف ويؤمن حصولهم على حقوقهم بالتساوي. بعد 41 عاما على هذا الإنجاز، هل أصبحت هذه المكتسبات بخطر؟ ما تبين هالأمر يعني إلا من ما بعرف يعني آخر تصريح طلع بجريدة السفير لأحد أركان الجمعية سرسبنا، لم نقبل أنه تحت أي سقف ينلغى عقد العمل، كيت أنه خليكم مفهوم عقد عمل جماعي يساوي استقرار في القطاع المصرفي. في العام 2009 لم تجدد هذه العقود على خلفية تباين في الرأي بين جمعية المصارف والموظفين حول الزيادات الاجتماعية. عضو جمعية المصارف الدكتور تنال صباح أكد لنا في اتصال هاتفي أن تأخير توقيع العقود الجديدة سببه عدم التوصل بعد إلى اتفاق مع نقابات الموظفين حول نسبة الزيادات، مشددا على أنه لن يتم أبدا المس بعقود العمل الجماعية.